صرح رئيس البرلمان العراقي إياد السمرائي إنه سيتم تأجيل الانتخابات النيابية إلى مارس القادم في حال نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات مجددا. يأتي هذا فيما أعلن مكتب الهاشمي أن مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اقترحوا حلولا عليه حتى لا يصوتوا بالرفض للمرة الثانية ضد قانون الانتخابات، ما قد يؤدي في الأغلب إلى تأجيلها.